يضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي بجمعية علماء المسلمين في العراق. أهلا بكم دكتور إلى استوديو الرافدين. حياكم الله أخي الكريم. حياكم الله. بداية دكتور، ما نبدأ من الحاجة التي دعت لتشكيل هيئة علماء المسلمين في العراق، وإلى أي مدى أضافت إلى المشهد العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد الاحتلال كما تعلم أصبحت الحاجة ملحة لأن تتوحد رؤى علماء المسلمين حول هذا الأمر الجلل الذي حدث. فبلد يحتل في مطلع القرن 21 حادثة فريدة في هذا العصر، فلم يسبق أنه في هذا العصر أن احتل بلد. فهذا دعا أن تتشكل هيئة علماء المسلمين لتعمل بواجب الوقت، وهي تثبيت الناس على عقيدتهم وعلى دينهم، وفي المقابل التصدي لمشاريع الهيمنة ومشاريع الاستعمار ومشروع الاحتلال الذي فرض نفسه على بلدنا. فكانت إضافة مهمة جدا لهذا البلد، والحمد لله أثبتت الوقائع وأثبتت الأحداث صدق رؤية الهيئة وبعد نظرها فيما خططت له وفيما وعت به الجماهير لهذا المشروع، وفضحت مشاريع الاحتلال وكشفت زيف مدعين هذا الذين قالوا نحن جئنا بالديمقراطية للشعب العراقي، ففضحت زيف هؤلاء الساسة الذين أساءوا للعراق ودمروا هذا البلد. نعم دكتور، هناك من يعيب على الهيئة مشاركتها ومزاولتها للعمل السياسي في ذات الوقت. نجد ذات المنتقدين يشاركون بالعمل السياسي لا يكتفون بالجانب الديني الذي يركز على فتوى ذات مضمون سياسي. هذه المفارقة كيف تجدها؟ بالتأكيد أخي الكريم، مع شديد الأسف الكثير، يعني ربما مثل ما ذكرت حضرتكم يعيب علينا، لكن عندما نأتي ما هو واجبنا الشرعي تجاه أهلنا وتجاه بلدنا، هذا الواجب الشرعي علينا أن نؤطره بما يحكم عليه شرعنا الإسلامي. فبالتالي من يتصدى إلى هذا المشروع؟ مع شديد الأسف كان هناك عملا لأن الكل يسير في ركاب هذا المشروع، الساسة وغيرهم كلهم رضي بمشروع الاحتلال، فلا يوجد صوت مناهض للاحتلال إلا صوت الهيئة حتى تكون هي حاضنة لهذا الصوت، وأيضا لسانها الناطق الذي يرفض الاحتلال ويفرض إفرازات الاحتلال، العملية السياسية والدستور وغيرها من هذه الأمور. فالهيئة لم تجد من يقوم بهذا الواجب، فتعين عليها شرعا أن تقوم هي بهذا الواجب من أجل توعية الناس وتبصيرهم بالحق وتبصيرهم بالطريق الصحيح والقوي. نعم دكتور، في قضية اجتهاد البعض بالدخول بهذه العملية السياسية بالعراق، كيف أثبتت الهيئة صدق دعواها وثبات الموقف من العملية السياسية المستمرة بدعم إقليمي تبرره طبعا المصالح؟ يعني على فرض يعني التسليم بأن من دخلها كان مجتهدا، لكن الوقائع أثبتت خطأ هذا الاجتهاد، بدليل ما قلناه منذ بداية الاحتلال بأن هكذا عملية سياسية بنيت على دستور أعوج يشتت المجتمع العراقي ويفتت نسيجه ويقسمه إلى عرقيات ولا إثنيات، لا يمكن أن ينجب مشروعا وطنيا لكل العراقيين وينعم فيه العراقيين بالأمن والأمان والاستقرار. فبعد مرور هذه السنوات كانت استشراف الهيئة لمستقبل هذه العملية السياسية واضحة جدا بأنها ستزيد من مأساة العراقيين، ستزيد من آلام العراقيين، ستزيد من دمار هذا البلد، ولن تقدم شيئا ولن تسير بخطوة إلى الأمام بهذا البلد. فهذا الاستشراف كان منذ عام 2003، والآن على الذين قالوا بأنهم اجتهدوا في الدخول وأثبت خطأ اجتهادهم على فرض قبول أنهم مجتهدون، فعليهم الآن أن يؤوبوا إلى الله وأن يصارحوا جماهيرهم بأنهم أخطأوا في دخول العملية السياسية التي لم تجلب إلا الويل للمجتمع العراقي والعراقيين. نعم، هناك من يعلل دكتور تراجع الاهتمام الدوري بالعراق بعد هذا الاستقرار النسبي الذي شهده بعد القضاء على ما سمي بالإرهاب وسط الصورة التي يروج لها الإعلام. يعني لماذا هذا التراجع والاهتمام الدولي في العراق؟ أخي الكريم، يعني السؤال ذو شقين. هل ما موجود في العراق هو استقرار
أي هناك الاستقرار له مقياس، مدى يعني سعادة المواطن، ما مدى راحة المواطن، ما مدى توفير الأمن والأمان والاستقرار ولقمة العيش الرغيدة لهذا المواطن. بهذه المقاييس لا يوجد شيء اسمه استقرار. توجد هناك قبضة للميليشيات وقبضة للسلاح تجعل المواطن العراقي يرضى يعني بكل هذه التفاصيل خوفا على حياته. المواطن العراقي الآن لا يجد قوت يومه، المواطن العراقي لا يستطيع أن يعمل أي شيء، يحارب في رزقه. الآن حتى الأمن الغذائي للمواطن العراقي أصبح يحارب في أمنه الغذائي، والكل علم بما حصل المحاصيل الزراعية من حقل، بما حصل للأسماك وتدمير الثروة السمكية، بما حصل إلى الدواجن وغيرها. نعم. فبالتالي الشق الأول من السؤال أنه مفهوم الاستقرار مع شديد الأسف مفهوم خاطئ. توجد هناك نوع من الحالة من الاستياء، لكن تخفي هذا الرماد يخفي تحته نارا وجمر، وبالدليل الآن لا زال المواطنون يخرجون هنا وهناك بمظاهرات مطالبين بحقوقهم. نعم. هذا السؤال من الاتجاه له. الاتجاه الثاني، الإدارة الأمريكية مصممة على سلب هذا المشروع. هناك عملية تخادم بين المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني في العراق، وهم يريدون أن تستمر هذه العملية. لماذا؟ حتى تفرز بالمستقبل حالة تقسيم البلد. إذا لم تكن هناك فوضى ولم تكن هناك دماء للعراقيين، سوف لن يقبل العراقيون بتقسيم بلدهم على أسس إثنية وعرقية. لكن عندما يغيلون في دماء الشعب العراقي، عندما يغيلون في تدمير الشعب العراقي، سيرضى بالأمر الواقع، وهذا ما نسميه بالصدمة. نعم. بعد 16 عاما دكتور من الانهيار الكامل للعراق وسط المقاطعة الشعبية والتظاهر ضد العملية السياسية، هل هناك ثمة آمال لتعديل هذه الحالة الشاذة في العراق؟ وما دور أو دوركم كأعضاء في الهيئة؟ أخي الكريم، يعني التعويل، يعني كما قلنا التعويل على الخارج لا يمكن، هو التعويل الأول والأخير بعد الله تبارك وتعالى على أبناء شعبه. الآن الشعب العراقي أصبح أكثر وعيا، أكثر إدراكا لما تخطط له الدول الأخرى. الآن المواطن العراقي بدأ يستشعر بأن الطبقة السياسية استغلت الطائفية السياسية من أجل تمزيق المجتمع العراقي ومن أجل أن تسلب ثرواتي. الآن الشعب العراقي أكثر وعيا، وأنا أجزم بأن الأيام القادمة حبلى بالأخبار، وسينتفض هذا الشعب على العملية السياسية وعلى هذا الدستور العربي الذي لم يجلب إلى العراق والعراقيين إلا الويلات. الهيئة ثابتة على منهجها، ثابتة وبقيت على هذا المسار طيلة هذه السنوات رغم كل الضغوطات التي حصلت، لأنها لا تبتغي شيئا سوى سعادة العراق والعراقيين والمحافظة على هذا البلد وأرضا وسماء ومقدسات وكل شيء في هذا البلد. شكرا لك الدكتور يحيى طاغي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف.